ضمن استراتيجية إعادة الإعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاعات، يبقى الإنسان هو رأس مال الوطن، وحفظ رأس المال هو الأساس، وفيه يبدأ الإعمار. وهنا لابد أن نذكر مئات الحالات من التميز والتفوق الدراسي والصناعي والتجاري للسوريين، فكانوا اللبنة الأساسية التي يتكئ عليها الوطن لإعادة بنيانه من جديد. ثلاثة محاور أساسية يتناول المحور الأول المبادئ الأساسية الحاكمة لإعادة الإعمار والتنمية، بينما يركز المحور الثاني على الخبرة، والمحور الثالث يركز على التحديات التي تواجه العمل وكيفية مواجهة هذه التحديات. وهذا الموضوع هو محور حلقتنا لليوم من برنامج قضايا تنموية، ويسرنا أن نناقش هذه المحاور مع ضيف البرنامج العقيد المتقاعد لؤي يونس، والمرشد النفسي وخبير التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بكم. سنفتح باب الحوار مع حضرتك في محاور حلقتنا، ولكن بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بك من جديد سيادة العقيد. يعني حديثنا عن الشعوب المتطلعة إلى الغد بعد مرحلة طويلة من النزاعات، التوجه إلى مرحلة جديدة من التفاهمات والمصالحات وإعادة الإعمار. دعنا نتحدث مع حضرتك عن استراتيجية إعادة الإعمار. ماذا تعني بالضبط؟ وهذه الفترة بعد النزاعات ماذا تحتاج ليكتمل فيها إعادة الإعمار؟ بداية أوجه التحية والإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبرار، أكرم من في الدنيا وأنبل البنين البشر. نعم. وجرحانا لهم الشفاء العاجل، وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة إليهم التحية في أراضي الجهاد المقدس الوطني الذي يستعيدون فيه كرامة الوطن وسيادة أبناء الوطن. أما بعد، فإنك تقدمت بهذه الأسئلة حول نظرة الشعوب إلى ما بعد الحرب وتطلعاتها إلى إعادة الإعمار، وهذا موضوع كبير وشيق جدا، ولكن عبر التاريخ البشري وجدنا هناك تجارب كثيرة في هذا المجال، منها شعوب الاتحاد السوفيتي بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكوريا والصين واليابان بعد تعرضها إلى الضربات النووية، وبالتالي هناك خبرات سابقة في هذا المجال. وأما نحن في سوريا فإننا اليوم على ربع الساعة الأخير من إعلان النصر النهائي ضد الإرهابيين التكفيريين على أرض وطننا الحبيب، ومن هنا بدأت الدراسات الجدية حول النظر في إعادة الإعمار لوطننا الحبيب سوريا. وهذا الموضوع يتطلب الكثير من الجهد البناء والنبيل والمخلص والشريف من أبناء الوطن جميعا، فلا أحد غير مسؤول في هذا المجال، بل كل في عمله يجب أن يقدم ما بوسعه في سبيل إعادة إعمار سوريا بناء جديدا شامخا يستعد لمئات السنين القادمة. كيف يمكن سيادة العقيد أن نمهد الطريق أمام إعادة الإعمار والاتجاه نحو التنمية؟ نعم، هذا الموضوع يأتي على شقين، الشق الأول بناء الإنسان، والشق الآخر بناء البنى التحتية من الماديات في هذا الوطن. ولذلك علينا الاستعداد جميعا أن نبني على هذين المحورين بشكل متلازم ما بينهما، وبالتالي فإن المؤسسات وإن الدولة هي المسؤولة الأولى عن رعاياها، فعليها وضع الخطط الاستراتيجية الكبيرة لهذا المشروع طويل الأمد، ولسنا نقول عبر سنة أو سنتين، بل إنه يأخذ وقتا طويلا يمتد عشرات السنين، ولا سيما أن هذه التجربة التي مرت فيها سوريا تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من البنى التي كانت عليها سوريا ما قبل هذه الحرب الظالمة علينا. إذا لا يوجد خطة زمنية محددة لإعادة الإعمار، هي تحتاج وقت طويل. إذا ما الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها في طريق إعادة الإعمار؟ نعم، الخطوة الأولى دائما وأبدا أن ندرس دراسة واقعية صحيحة سليمة لما حصل في سوريا، وأن نضع الأسباب والأسباب
العوامل التي أدت إلى ما حصل في سوريا، ومنها نستخلص ونستنتج ما يجب علينا أن نقوم به في المراحل اللاحقة. ومن هذا الاتجاه ننطلق من بناء القاعدة الشعبية والتي تعتمد على أبناء سوريا بالدرجة الأولى، وبالتالي تأهيل المجتمع السوري من جديد إلى العملية القادمة. فلا وقت زمني لهذا الكلام، لأنه يتعلق بدراسات استراتيجية لها أخصائيون يقومون بهذه الدراسة المفصلة والعميقة نحو بناء الخطة الشاملة لإعادة البناء والإعمار في سوريا. ومن هم اللاعبون الأساسيون في مجال إعادة الإعمار؟ أبناء الوطن كيف يكون دوره في هذا الموضوع؟ نعم، علينا بالدرجة الأولى أن نعطي الدولة المرتبة الأولى في هذه المسؤولية، لأن الدولة تمثل الوطن بالكامل، وهي مجموعة من الكوادر الكبرى التي تقود سياسة الدولة في كافة الاتجاهات. وإذن المرحلة الأولى أو المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة، ومن ثم تقع على بقية فئات الشعب من مختصين ومهن وحرفيين وطاقات خلاقة موجودة عند أبناء شعبنا العربي السوري، وهذا ما يشهد له كل من عرف سوريا عن قرب أو عن بعد أو حتى في المهجر، فإن السوريين كانوا على الدوام بنائين ممتازين وفاعلين في مجتمعاتهم داخل القطر وخارج القطر. إذن الدولة والمواطنون أو الشعب العربي السوري، وهناك يجب أن لا نغفل أيضا الأصدقاء من الدول التي لها خبرات متقدمة في هذا المجال، وأن نستفيد من تجارب الدول الأخرى بما يناسب واقعنا ومجتمعنا وأخلاقياته ومنظومة التركيبة الاجتماعية في سوريا. نعم. إذن الدور الأساسي يكون على أبناء الوطن ومن بينهم الشباب. نعم. اسمح لنا أن نتابع مع حضرتك استطلاع حول دور الشباب في إعادة الإعمار، وبعدها نعود نكمل حوارنا في موضوع إعادة الإعمار. تفضل. شو دور الشباب بإعادة الإعمار؟ ما لهم دور. دور الشباب بإعادة الإعمار بالذات الشباب اللي دارسين هندسة أو عمارة أو تصميم بمدن حديثة فيها كافة المتطلبات الحديثة، يعني توفير الطاقة، استخدام الطاقة الشمسية السولار، وزائد يعني شيء جديد وبتقنيات عالية وما تكون صديقة للبيئة كمان، وتستوعب أكبر عدد من الشباب اللي هن نفسهم حيصمموا ويسكنوا فيها. طبعا الشباب هن مستقبل سوريا، وهن بإيدهم طبعا، هن اللي بنعمروا. هلا الشباب هن اساس الامه، يعني هن اللي امنا فيهم انه هن يرجعوا يعمروا البلد، يشاركوا بتعميرها، يعني هن الاساس. واذا ما كانوا يعني موجودين، وبنتمنى اللي برا كمان يرجعوا يشاركوا بتعمير البلد، لانه ما عاد فيها شيء الحمد لله. يعني هن الأساس بإعادة الإعمار، الشباب كل بلاد الشباب هن الأساس بإعادة الإعمار أو بالنهضة يعني بشكل عام، يعني مضروا يكون في إعادة إعمار. عن طريق كيف؟ تأسيسهم، يعني إحنا عندك المفروض الشباب نهضة العلمية اللي بتخليك تأسس لك أنت جيل قادر أنه يعمل إعادة إعمار. هن أساس إعادة الإعمار، لأنه بهمة الشباب، بزنود الشباب بتم إعادة الإعمار بعقولهم، بخططهم المستقبلية، بإرادتهم، بتفكيرهم بالعلمي والمنهجي، بسواعدهم الجديدة، أكيد لهم أهمية. لذلك لازم تتركز كتير على إعداد الشباب بالجامعات وبالمعاهد ووين ما كان، لأنه هن الأساس واللبنة بإعادة الإعمار للمرحلة الجاية. هن أساس النهضة، وكل واحد من خلال دراسته بيساعد ببناء المجتمع. هن أساس المجتمع، ومنتمنى من الشباب يلي برا البلد إنه يرجعوا لحتى نساهم بإعمار بلدنا. نحن بحاجة هدول الشباب كتير. معلم الشباب هم نواة المستقبل، يعني هلا عنا كتير مثقفين برات البلد لازم يرجعوا كتير، يعني نسبة الشباب لازم ترجع بقى نعمر البلد ونطلع فيها. عدنا مع حضرتك سيادة العقيد في استطلاع عن دور الشباب في إعادة الإعمار، ما رأيك في دور الشباب
ولا سيما النخبة الثقافية. نعم. في إعادة الإعمار. نعم. في حقيقة الأمر في كل المجتمعات يعد الشباب الثروة الوطنية الأكبر في المجتمع وفي الدولة، وعبر التاريخ فإن الشباب بني عليهم الآمال الكثيرة وقاموا بأعمال تحمي الوطن وتبني الوطن على السواء، فالشباب هم طاقة خلاقة متجددة دائما، علينا أن نعمل عليها ضمن برامج وضمن تطلعات في الآفاق القريبة والبعيدة لاستقطاب الشباب والعمل على هذا الاتجاه بشكل جدي وفاعل، لأن الشباب هم في حقيقة الأمر هم الطاقة العملية وليست النظرية فقط، ربما يمتلكون طاقة نظرية وطاقة عملية، إنما الأوطان تبنى بالعلم وتبنى بسواعد الرجال أو هؤلاء الشباب. فإذا أخذنا الشباب كطاقة عملية هم منتجون يمكن أن يعملوا في كافة الاتجاهات، وأما الأهم من ذلك هم أن يتعلموا بناء هذا الوطن ضمن منظومة التربية والتعليم القائمة في الدولة والمجتمع، وأيضا يحتاجون إلى قيادات قادرة على النهوض بوطنهم وإشراكهم بشكل فاعل في إعادة الإعمار. حدثنا سيادة العقيد عن قواعد إعادة الإعمار. نعم، بالنسبة لقواعد الإعمار، عن الدولة في المسؤولية الأولى كما أسلفنا، الدولة يجب عليها أن تضع الخطط والبرامج الهامة من قبل أخصائيين في إعادة الإعمار وبالاستفادة من التجارب والنظريات الكبرى التي تبني الدول، وبالتالي نتوجه بقواعد الإعمار بالدولة بالدور الأول أن تكون هذه العملية قائمة على إمكانات الشعب العربي السوري في الدرجة الأولى. نعم. إذن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يمكن أن نتجه باتجاه الاقتصاد. الاقتصاد، ما هوية هذا الاقتصاد الذي يأتينا في المستقبل؟ هذا الاقتصاد كيف يقوم؟ هل هو متنوع؟ هل هو أحادي؟ هل هو بقطاعات متعاونة ما بين قطاع عام وخاص وتعاوني أم غير ذلك؟ إذن علينا أن نحدد الهوية الاقتصادية القادمة، ولا سيما أننا في مجتمع منفتح اليوم أكثر من أمس على الكرة الأرضية بالكامل، وبالتالي ننتقل من الحالة الوطنية في الاقتصاد وهوية الاقتصاد الوطني إلى المرحلة الثالثة التي هي الانفتاح على الاقتصاد العالمي والتفاعل معه، ويمكن ضمن ضوابط تضعها الدولة. هذا الاتجاه الثالث. أما الاتجاه الرابع فهو أن يستهدف هذا العمل أو هذه العملية في إعادة البناء والإعمار أن تستهدف المجتمع العربي السوري وبنيته الاقتصادية كاملة، بحيث يكون هناك تطابق وتوافق ما بين الطاقات الموجودة في هذه الدولة وما بين المجتمع العربي السوري، حيث يكون المستفيد الأول منه المواطن العربي السوري بالدرجة الأولى، وما تفرزه هذه العملية في إعادة البناء والإعمار سوف تكون متداخلة مع اقتصادات أخرى متنوعة من تجاذبات في الاستثمار ومن عقود واتفاقيات مع دول، لا سيما الدول الصديقة التي وقفت معنا إبان هذه الحرب الظالمة. ويمكن أن نتابع باتجاه الآفاق القريبة والبعيدة في هذه العملية. بالحديث عن إعادة الإعمار في الناحية الاقتصادية وفي ناحية البنية التحتية وفي ناحية الاستثمارات وما شابه وإعادة نهوض الوطن، هناك يعني نتفق مع حضرتك في موضوع أساسي وهو إعادة بناء الإنسان. يعني نتيجة الحروب والنزاعات حصل كثير من الآثار النفسية والصدمات على الإنسان، كيف يمكن أن نزيل هذه التأثيرات النفسية والسلوكية، وكيف يمكن فعلا أن نعمل على إعادة بناء الإنسان وتنبيته؟ هذا المحور هو المحور الأهم في حلقتنا لهذه اليوم، لهذا اليوم، ولا سيما أنه يستهدف الإنسان المواطن العربي السوري. بشكل صريح وواضح إن المواطن السوري قد تأثر بشكل أو بآخر على امتداد ساحة الوطن بهذه الحرب الظالمة على وطننا الغالي، إنما يتطلب اليوم هذا الأمر إمكانات ضخمة لتخليص المجتمع العربي السوري بكل شرائحه من هذه الرواسب النفسية التي تكونت عبر المرحلة السابقة. وهذا الموضوع يمكن
أن يناط بالدولة بالدرجة الأولى لما تمتلكه الدولة من أخصائيين في العمل النفسي والإرشادي والتعليمي والتربوي والإعلامي أيضا، وأركز هنا على الإعلام نظرا لأهميته القصوى، حيث أصبح الإعلام هو الهوية الأساسية في عالم اليوم، حيث أن إمكانات التواصل الاجتماعي باتت في متناول كل إنسان. نعم. وعلى هذا الأساس يمكن أن نبني العملية الصعبة والشاقة التي تكون فيها الدولة المسؤولة رقم واحد عن تخليص هذه الشوائب من المواطنين السوريين، من وضع برامج هادفة وصادقة من قبل أخصائيين ومن قبل أيضا مترجمين لهذه الأعمال على أرض الواقع، وبالتالي في المدارس، في التعليم، في الإعلام، في الهيئات المجتمعية المحلية يمكن أن نستفيد منها في هذا العمل، والمجتمع بكل شرائحه يمكن أن تستقطب هذه العملية كل من له تأثير في هذا المجال. ولكن بشكل عام سيادة العقيد، إعادة الإعمار يحتاج إلى رأس مال. نعم. فكيف يمكن العمل على تأمين رأس المال المطلوب لإعادة الإعمار، وما هي متطلباته؟ نعم، استقطاب التمويل لهذه العملية يعتمد بالدرجة الأولى على أموال السوريين في الداخل والخارج، وهذه أهمية قصوى. يجب على الدولة أن تشجع المواطن ضمن القطر وخارجه أن يأتي بأمواله وما يدخر وما لديه من إمكانات لأن يستثمر في وطنه الذي يحتضنه والذي احتضنه إذا كان خارج القطر. أما هذه عملية التمويل أيضا تعتمد، يمكن أن تعتمد على استقطاب رؤوس أموال أخرى من الدول المتقدمة في هذا المجال، ولا سيما الدول الصديقة التي وقفت معنا وساعدتنا في تصدينا للهجمات التكفيرية على بلدنا مثل روسيا وإيران والصين، وهذه الدول هي دول موردة ومتقدمة في مجال الاقتصاد، ويمكن أن تقدم لنا خبرات جيدة وتخدم مصلحة المجتمع العربي السوري، وبالتالي تتحقق لدينا عملية الاستثمارات في الوطن. نستثمر بالإنسان، نستثمر بالاقتصاد، نستثمر على أرض الوطن، فتكون المحصلة النهائية هي ناتج لصالح القطر العربي السوري وشعبه. ولكن عندما نخرج نحن من نكون خارجين من حرب ومن أزمة ومن مشكلات يعني واصطدامات يعني عالية جدا وقوية، قد يسبب هناك بعض العقبات والصعوبات في اتجاه إعادة الإعمار بعد الخروج من تحت الرماد، فكيف يمكن مواجهة العقبات التي يمكن أن تواجهنا في مراحل إعادة الإعمار؟ بالدرجة الأولى كما أسلفنا نعتبر أن الانتصار الذي حققه بواسل جيشنا على أرض الوطن نعتبره الجزء الأكبر والأهم في تخليص الوطن من هؤلاء الأعداء. المرحلة الأخرى هناك وضع برامج متقدم ومتطورة من قبل الدولة في سبيل مواجهة العقبات والتحديات لدينا. من هذه العوامل ومن هذه المواجهات يمكن على الدولة أن تطور الوضع التنموي البشري في سوريا، منها كما نشاهد الآن هناك مشاريع تنموية صغيرة، مثلا يمكن أن تقدم الدولة أنواع من القروض في سبيل استعادة المواطن السوري الذي تأثر سلبا في هذه الحرب أن يستعيد أنفاسه على مستواه البسيط. يمكن التنمية الريفية في مشاريع ريفية، يمكن التنمية الصناعية لورشات صغيرة، يمكن التنمية في مشاريع أكبر وهكذا. إذن هنا تبدأ الدولة في ضخ هذه الإمكانات بين أبنائها لتحفيز وتحريض هذا التطور أو النهوض من تحت ركام الحرب. هذا بداية. طبعا إذا بدأنا من المواطن البسيط يمكن أن نواجه هذه العقبة بالمشاريع الكبرى، والتي يأتي أهمها إعادة البناء التحتية في القطر العربي السوري، والذي يحتاج إلى جهود كبيرة وتمتد سنوات وسنوات. طيب كيف يمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال وتطبيقها بما يوافق أو يتوافق مع مجتمعاتنا في هذه يعني الانطلاقة بعد الحرب؟ نعم، هناك يجب أن تجري مزاوجة ما بين
الدول المتقدمة المتحضرة في هذا المجال وما بين واقع القطر العربي السوري. ففي بعض الدول الباردة مثلا يمكن أن تلغى المنصات أو الشرفات في المنازل الباردة، يمكن أن تلغى منها. ففي سوريا نحتاج إلى شرفة أو بالمعنى العام البرندة أو البلكون إليه. ولذلك نحن هذا الموضوع إعادة البناء وإعادة الإعمار في سوريا يمكن أن نستفيد منه كقدرات إنشائية، بمعنى آخر استحضار الآلات والأدوات السريعة والمتطورة في إنشاء الإعمار والبناء الجديد في سوريا، ولا سيما في إزالة ركام من ما تهدم في هذا على امتداد ساحة الوطن. بما يخص النخبة المثقفة، النخبة السياسية، الناس الذين لديهم هذا الذخر المعرفي والذخر المعلوماتي فيما يخص إعادة الإعمار، كيف يكون دورهم ويتبدأ بشكل أكبر في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن؟ نعم، هنا أركز دائما وأبدا، عبر التاريخ نشهد أن الطبقة الوسطى في المجتمع هي الطبقة المثقفة والتي كانت عبر التاريخ هي الحاملة لتطور الشعوب والحضارات. وهنا قد تأثرت الطبقة الوسطى بشكل أو بآخر بهذه الحرب الظالمة، وبالتالي علينا أن نستعيد دور النخب المثقفة أو المثقفين الشرفاء والمخلصين لأن نستعيدهم إلى ساحة الميدان وأن نعطيهم الحافز الذي يمكن أن يعملون به على أرض الوطن. ولذلك هؤلاء المثقفون لما يمتلكونه من خبرات علمية متقدمة ممكن أن نستقطبهم في الداخل وفي الخارج. فأعرف هناك أشخاصا قد أتوا من البلاد الأوروبية إلى سوريا، وقفوا مع وطنهم في خضم الأزمة وخضم الحرب على سوريا ويحملون شهادات عليا. فإذا نحن طاقاتنا الوطنية موجودة بكوادرها كاملة، علينا أن نستعيدهم وأن نعمل بالدرجة الأولى، الدولة تعمل على رفع السوية النفسية بالدرجة الأولى. نعم. فهناك مثل يقول ثلاثة لا ينامون، جائع وبردان وخائف. هؤلاء كيف ينام إذا لم يكن مؤهلا؟ فالدولة هنا تتدخل، الدولة في استعادة هؤلاء المثقفين والمعرفين والخبراء والمهندسين والطاقات كاملة إلى حضن الوطن ليبدأوا تفعيل عملية إعادة البناء والإعمار. نعم، يعني فيما يخص أيضا يعني إعادة تأهيل الإنتاج أو قطاعات الإنتاج إذا كان في مجال الثقافة أو في مجال الاقتصاد أو في مجال السياسة، كيف يمكن العمل عليها أيضا؟ في مجال الإنتاج المادي هناك شركات صغيرة أو كبيرة، وهناك ما دمر منها وأخرج وسلب، ومنها ما بقي بنفسه الأخير. فهذا يتعلق بقدرة الدولة على تفعيل هؤلاء المصابين بهذه الأمراض الصناعية، كما حصل مثلا من سرقة المعدات في حلب. فالدولة تقدمت مشكورة لضخ الأموال والقروض المناسبة للصناعيين وإعادة تحفيزهم من جديد إلى إنتاج المادي بما يساعد في تغطية الحاجة المحلية في الدرجة الأولى. أما في الاتجاه الآخر فهناك مشاريع يمكن أن تقدمها الدولة وبالتعاقد مع الدول الصديقة المتقدمة لأن تطور الاقتصاد بأن يكون كافيا محليا وأن يتجه إلى عملية التصدير لاحقا خارج الأرباح أو خارج الحاجة المحلية بهذا الشكل. أما على الاتجاه النفسي واتجاه الشباب واتجاه المجتمعي أيضا هذا يجب أن تعد له البرامج الكافية. على سبيل المثال أنا أتابع أولادي في المدرسة وحضرت معهم ندوات عن أولياء الأمور، فوجدت للأسف أن أولياء الأمور مغيبين بشكل أو بآخر عن الأولاد. نعم. وهناك فلتان، وأنا أحب أن أركز في هذا المجال على شريحة الطلبة أبناءنا الطلاب، لا سيما أنتم هنا في الفضائية التربوية، والحاجة إلى إعادة. نعم. بناء الإنسان، الاهتمام بالشخصية المتوازنة، بالاهتمام. نعم. بالشخصية التربوية التي يخرج فيها الطفل، وحتى شخصية المعلم الذي هو يعني يمثل يعني ولي الأمر بعد الأب والأم بالنسبة إلى الطفل. هذا الموضوع فعلا هو أساسي، وطريقة إعادة أو العمل على صقل شخصية الطفل وإبعاده عن كل مشكلات والأزمات التي مر بها خلال فترة الحرب. كيف يمكن أن نبدأ خطوة بخطوة؟ نعم،
والله هذا موضوع هام وأشكرك على هذا السؤال، وحقيقة إن العملية التربوية مقترنة بعملية التعليم، فوزارة التربية في سوريا هي وزارة التربية قبل أن تكون تعليما، وهذا يؤكد المنحة التربوي والأخلاقي الذي تنتهجه الدولة تجاه أبنائها. واللبنة الأولى في زراعة هذه التربية الصحيحة والسليمة تكون مع طلابنا في مدارسهم الابتدائية والإعدادية ومن ثم في المراحل اللاحقة. نعم. وهذا الموضوع حقيقة يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن تشمل العناية في الجهاز التعليمي والمجتمع من آباء وأمهات، وأن تشمل الطلاب أيضا، وكل على حدة، يجب أن تفعل هذه الطاقات بأقصى حدود لها، حيث نستعيد الأب والأم إلى الدائرة الأسرية الكاملة، فنرى الأب قد غيب أو غاب بشكل أو بآخر عن الأسرة، وأصبح الأولاد عرضة للشوارع وعرضة لوحشية ما يحدث في شوارع هذا المجتمع. وأما الكادر التعليمي فأنا أتمنى أن يتمتع كل معلم في العملية التربوية والتعليمية أن يتمتع بمستوى عالي من الدراسة الإرشادية والنفسية، لأن الآباء ثلاثة: أب ولدك وأب رباك وأب علمك. فهذه الأبوة هي منزلة رفيعة وعالية تجاه الأبناء، وأنا أركز عليها دائما بالتواصل مع أبنائي في المدرسة ومع الأجهزة التعليمية في مدارس القطر. إذن نركز على أن يكون المعلم مؤهلا، وللأسف قد وجدنا بعض الإضمحلال وقلة الخبرة عند إخوتنا المعلمين، ونضيف إلى ذلك ما يعانيه المعلم اليوم من مشاكل يتعرض لها جميع أبناء سوريا قد تؤثر على أدائه بشكل أو بآخر. إذا نحن بحاجة إلى إعادة التأهيل بما يخص الطالب، وأيضا تدريب المعلم على التعامل مع الحالات الخاصة ومع تجاوز كل الأزمات النفسية بالنسبة إلى طلبتنا، باتجاه مباشر إلى إعادة الإعمار في بلدنا الحبيب سوريا. نشكر وجودك معنا سيادة العقيد لؤي يونس المرشد النفسي، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا، مفهوم إعادة إعمار المناطق المدمرة لا يتوقف على الشق الاقتصادي وحده كإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج من زراعة وصناعة وخدمات، ولا يعني فقط إعادة بناء شبكات الطرق والجسور والأنفاق التي لحقها دمار واسع وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، بل يعني أن نهتم بالإنسان المتضرر الأكبر من هذا النزاع الجريح اللاجئ النازح، وبالإضافة إلى عملية المصالحة وضمان الاستقرار وعدم تدهور الأوضاع من جديد. حلقتنا انتهت، بأمان الله.